في وسط أزمة اقتصادية عالمية، مفيش حاجة تحمي الدول إلا وحدتها الداخلية وسلامتها بشكل حقيقي وراسخ وثابت يخليها نعدي. ما احنا لما بنطمن بعض ونطمن إن احنا عدينا قبل كده من صعوبات أكتر وهنعدي من الأزمة دي، فدي حاجة تطمن. ويطمننا كمان علاقات حقيقية وراسخة وأصيلة ما بين الدولة وما بين جيرانها وأشقائها، والكلام ده مش كلام أخبار يعني، لكنه كلام لازم يترجم بشكل حقيقي على الأرض. فلما نتكلم عن استعادة حقيقية أو عن انتعاش حقيقية في العلاقات المصرية العربية بمختلف الدول العربية، ونشوف كده أنه سكة مفتوحة رايح جاي، فتعرف أننا مع بعض بنواجه كتير من المتغيرات، كتير جدا من التحديات. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمطار القاهره الامير تميم بن حمد ال ثاني امير دوله قطر، والذي يحل ضيفا على مصر في زياره رسميه تستغرق يومين. الزياره بحسب التصريحات بتتضمن مباحثات ثنائيه بين الزعيمين لتناول مجمل العلاقات الثنائيه، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والتباحث في تطورات القضايا والسياسية والإقليمية. بالتأكيد هناك اهتمامات مشتركة كثيرة جدا، وبالتأكيد هناك طرق كثيرة جدا للتعاون بين بلدين زي مصر وما بين قطر. استعادة العلاقات الطيبة في كل زمن هي خبر كويس، فإنك تتحدث بلغة السياسة وبلغة إنه ما يجمعنا أكثر بكثير جدا مما يفرقنا، هو ده اللي احنا بنشوفه في الفترة الأخيرة، واللي بالنسبة لنا أمر مبهج جدا. إنك تشوف تعاون حقيقي ما بين دولتين زي مصر وقطر، من أسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن التعاون ما بين مصر والسعودية. الزيارات الرسمية دايما ما هياش زيارات بس للأحاديث وتبادل، يعني أنت عامل إيه في تحدياتك وأنت عامل إيه في تحدياتك، لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. الزيارات الرسمية دائما ما يصحبها اتفاقات اقتصادية، شراكات حقيقية، حاجات تنعكس على المواطن بشكل مباشر إذا كانت في سبيل استثمارات ما بين البلدين. وبالتأكيد لازم يكون فيها شأن سياسي واضح وخط واضح للتعاملات، سواء فيما مضى نتكلم فيه وفيما هو قادم من تحديات كمان نتكلم فيه. دي كانت كمان واحدة من الحاجات البارزة جدا النهارده.